بيشرف استوديو نهارك سعيد اليوم السفير السيد السفير محمد سعد العالمي سفير المملكة المغربية بالقاهرة. حديث الحقيقة حول مشكلات عدة أو قضايا عدة، خلينا نقول قضايا عدة، آخرها ما طرح من خلاف بين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ودولة أو المملكة المغربية بعد زيارته لمعسكر اللاجئين بمنطقة تندوف الجزائرية، وتصريحات الأمين العام التي أثارت يعني استياء المغرب. أيضا موضوعات أخرى حول المغرب والاتحاد الأفريقي، المغرب والجزائر، وأي أكيد أكيد المغرب ومصر والعلاقات المصرية المغربية العريقة. نهارك سعيد يا فندم، منور. أهلا، نهاركم سعيد وشكرا على هذه الاستضافة. خلينا نبتدي مع الموقف الأخير على طول كده، ونبتدي مع الموقف المغربي تجاه تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعد زيارته للمخيمات. هل يعد هذا الخلاف، يعني يا ريت حضرتك تطرح برضو فكرة عن الخلاف عشان الناس تتابع معانا، وأعرف هل هو خلاف مع شخص الأمين العام أم هو خلاف مع الأمم المتحدة؟ لا، بالتأكيد الخلاف هو مع شخص الأمين العام السيد بان كي مون. أما بالنسبة لعلاقتنا بالأمم المتحدة، فالمغرب طبعا ملتزم بميثاق الأمم المتحدة وبقرارات الأمم المتحدة، وهو عضو فاعل في هيئة الأمم المتحدة، والمغرب يشارك بجيشه في عدد من كتائب السلام في مختلف مناطق النزاع. فنحن منخرطون مع الأمم المتحدة في كل نشاطاتها وأعمالها، وملتزمون بميثاقها وقراراتها. ولكن خلافنا هو أساسا ما الذي مع السيد بان كي مون. السيد بان كي مون خلال زيارة له للمنطقة تصرف بعض التصرفات غير المفهومة وغير المعقولة، كما صرح ببعض التصريحات المرفوضة من طرفنا. باعتبار أن السيد بان كي مون تجاوز حدود اختصاصته. الأمين العام طبعا للأمم المتحدة وشخص له مكانة سامية في الهرم الإداري للأمم المتحدة، ولكن هذا لا يعطيه الحق أن يتجاوز ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة. بس خلينا نفهم الناس برضه، نوضح ما حدث عشان نتابع. تجاوز فعلا قرارات، مختلف قرارات. وانتم انزعجتوا من وصف ما يحدث بين المغرب وجبهة البوليساريو بانها احتلال، هو وصفه بالاحتلال. هذه من المؤاخذات. وهذا المصطلح ماذا ايضا؟ هذا وهناك يعني وكانه عوده الى الاستفتاء، مع انه الاستفتاء بقرارات الامم المتحده هو امر متجاوز ومستحيل التطبيق. وبالتالي السيد الامين العام يعني تجاوز كل ما يمكن أن يجعله يقوم بدوره، لأن دور الأمين العام في الأخير وهو التقريب بين وجهات النظر، وهو البحث عن صيغة تحقق استتباب الأمن والوصول إلى الحل السلمي النهائي بين الأطراف. وهذه هي قرارات الأمم المتحدة، وهذه هي قرارات مجلس الأمن. فكونه يثير قضايا يعني لا محل لها، فهذا في حد ذاته يؤجج الخلاف عوض من أن يعني يبحث عن كيفية إنهاء الخلاف فيما بين الأطراف. الخلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو هو خلاف قديم، يعني منذ عام 75 تقريبا، ومر ب يعني لحظات عنف أو أوقات عنيفة إلى أن تم وقف إطلاق النار عام 91. خليني أكون معك صريح وأقول بأن الخلاف ليس بين المغرب وجبهة البوليساريو، لأن جبهة البوليساريو في البداية هي تدعي أنها حركة تحرير، والبوليساريو تأسس بعد أن تم تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. وبالتالي
فتأسيسها في حد ذاته كان لمعاكسة المغرب في استرجاع وحدته الترابية وليس لتحرير هذه المنطقة. ولنسمي الأسماء الأشياء بأسمائها. فالبوليزاريو هي جهاز أنشئ لمعاكسة المغرب، وخصوم المغرب هم الذين يختفون حول اسم البوليزاريو لأنهم يعاكسون المغرب هكذا ويعادونه في استكمال وحدته الترابية. نحن نعتبر بأن البوليزاريو أساسا انتهى ككيان، لأن منذ سنة 75 إلى الآن معظم أو الغالبية الساحقة من مؤسسي البوليزاريو وقادته عادوا إلى وطنهم المغرب. وبالتالي الذين الموجودون حاليا في المخيمات هم مجموعة فعلا من اللاجئين المحتجزين المضروب عليهم الحصار، لأنه هناك منع لمغادرة المخيمات. لكن الاتحاد الأفريقي اعترف بوجودهم يا فندم، وكان أيضا للمغرب موقف تجاه ذلك بالانفصال عن الاتحاد الأفريقي منذ سنوات، وأيضا هناك ممثلين لهم في الأمم المتحدة. مش الاتحاد الأفريقي، منظمة الوحدة الأفريقية فعلا وفي إطار مشبوه وفي تآمر مكشوف قبلت البوليزاريو ككيان لا يتوفر على شروط الدولة ذات السيادة. هل البوليزاريو دولة لها سيادة؟ لا أرض لها ولا أي شيء. وبالتالي إذن هو إقحام لشيء لا يتوفر على أي شرط من شروط العضوية. وهذا ما أدى بالمغرب إلى أن ينسحب من منظمة الوحدة الأفريقية احتجاجا على هذا الخرق السافر، وطبعا ومطالبة بالعودة إلى الشرعية. وبالتالي المغرب لم يشارك في الاتحاد الأفريقي، لأنه الاتحاد الأفريقي هو امتداد لمنظمة الوحدة الأفريقية، وسيعود إلى المنتظم الأفريقي طبعا حينما سيصحح المنتظم الإفريقي الخطأ الشنيع الذي وقع في السابق. منذ عام 91 هناك وقف إطلاق نار، وهناك دعوة من الأمم المتحدة باتباع المسلك السلمي والدبلوماسي لحل القضية. ماذا تم منذ عام 91 في هذا السياق الدبلوماسي؟ ماذا تم؟ تم أنه الأمم المتحدة عملت على أو حرصت على أن تكون هناك مفاوضات بين مختلف الأطراف المعنية، وسعت إلى ذلك، والمغرب أبدى استعداده خلال كل هذه المدة للوصول إلى حل مقبول من الأطراف، حل يعني يؤكد حقوقه المشروعة ويسمح للانفراج في المنطقة ليعود السلم والأمن إلى كل أرجاء المنطقة. ولكن بقدر ما كان المغرب يخطو خطوات إيجابية في الوصول إلى هذا الحل، كانت الأطراف الأخرى لا تبدي أي استعداد لأي تفاهم في هذا الموضوع. آخر ما يمكن أن أقول وهو أنه في سنة 2007 وبحثا عن الحل الذي يمكن أن يقبل به كل الأطراف، المغرب تقدم بمبادرة هي مبادرة إقامة حكم ذاتي في الأقاليم الجنوبية من المملكة المغربية، حكم ذاتي يعطي لسكان المنطقة صلاحيات واسعة سواء في
إطار السلطة التشريعية أو في إطار السلطة التنفيذية أو في إطار السلطة القضائية تمكن هذا الحكم الذاتي يمكن الساكنة من تدبير شؤونهم بأنفسهم، وذلك في إطار الاختيار الديمقراطي للمغرب. المغرب يسعى إلى توسيع اللامركزية وإلى توسيع الحكم المحلي وأراد أن يبتدئ بهذه الأقاليم ليعطيها مجالات أوسع في حكم ذاتي ذو صلاحيات. رفض هذا الاقتراح من الجانب الآخر واسعة. من جانب هذا الاقتراح هذا الاقتراح أولا ثمنه مجلس الأمن وقال عن المبادرة المغربية بأنها مبادرة جدية وذات مصداقية وأنها يمكن أن تكون أساسا لحل تفاوضي سلمي نهائي مقبول من الأطراف. إذن هذا هو المغرب، هذه هي مساعيه، هذا هو موقف مجلس الأمن من مساعي المغرب، ولكن طلع الطرف الآخر يرفض أي حل ولا نجد لديه الطرف أي الآخر تجاوب. يصر على إتمام الاستفتاء أو إقامة استفتاء، هل تغير موقف الأمم المتحدة تجاه الاستفتاء؟ يا سيدتي في سنة 2004 كان هناك قرار لمجلس الأمن وهذا مقتضى هذا القرار أنه بعد المجهود الكبير الذي بذلته الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى الاستفتاء وصلت إلى خلاصة وهي عدم إمكانية إجراء هذا الاستفتاء نظرا لأن الاستفتاء يحتاج إلى الاتفاق على المعايير الدقيقة التي ستحدد هوية من سيشارك في الاستفتاء وهو ما لم يتم الاتفاق عليه، وبالتالي وصلت الأمم المتحدة إلى الخلاصة التي أعلنها مجلس الأمن في قراره وهو استحالة إجراء الاستفتاء. ومنذ 2004 ومجلس الأمن يؤكد على ضرورة البحث عن حل سلمي تفاوضي يتفق عليه الأطراف، واستجابة لهذا القرار قرار 2004 تقدم المغرب سنة 2007 بمبادرته حول إقامة الحكم الذاتي. إذن لما التحول في موقف الأمم المتحدة الآن وتصريحات بان كي مون ودعوته؟ لا، ليس هناك أي تحول في موقف الأمم المتحدة. قرارات الأمم المتحدة لم تتغير، هي التصريحات الخرقاء للأمين العام الذي تجاوز يعني موقف شخصي بتعتبر وليس موقف للأمم المتحدة. لا لا، هو موقف شخصي للأمين العام. الأمين العام والأمين لكن الموقف الشخصي الأمين حينما عام قام الخلاف أزمة ما بين حينما الدولة والأمم المتحدة حينما قام الخلاف بين المغرب والأمين العام لجأ إلى مجلس الأمن ليناصره، ولكن مجلس الأمن لم يناصره وعقد عدة جلسات ولكن في النهاية لم يناصر الأمين العام، لأنه يتبين لدى الجميع بأن الأمين العام فعلا يعني تجاوز صلاحياته وفاه بما ليس من حقه أن يفوه به، لأنه ينبغي أن يظل متقيدا وملتزما بما تقرره أجهزة الأمم المتحدة وليس غير ذلك. كثير من الصحف العربية وصفت ما حدث بأنه حرب يشنها الأمين العام للأمم المتحدة على المغرب، ووصفت أيضا موقف المغرب أنها تنوي التصعيد بأكثر من شكل. ليه الموضوع كبر كده من مجرد تصريحات حضرتك وصفتها بأنها يعني غير حكيمة من الأمين العام؟ لا، ننوي التصعيد إيه شكل التصعيد يعني اللي بتنتمي؟ هذا شيء ليس في نياتي، ولكن ما حصل وهو أن المغرب فعلا انتفض أمام التصريحات الخارقة للأمين العام. فكان هناك بلاغ للحكومة مشدد
يعني قوي ويضع الأمور في نصابها. كما كانت هناك دورة طارئة للبرلمان عبر خلالها كل ممثلي مختلف التيارات في المغرب عن تنديدهم وشجبهم لتصريحات الأمين العام. كما كانت هناك مظاهرة لم يسبق لها مثيل في المغرب شارك فيها أزيد من 3 ملايين من المواطنين، وكلها تعبير عن الصدمة التي حصلت لنا في المغرب إزاء هذه التصرفات غير المبررة والتي لم نجد لها تفسيرا حتى الآن من طرف الأمين العام. طبيعي المغرب اتخذ بعض الإجراءات التي أعلن عنها فيما يتعلق بتقليص وجود بعثة المينورسو أو فيما يتعلق بالتوقف في المغرب عن بعض. وهل تنوي المغرب فعلا تقليص بعثة الأمم المتحدة بها؟ لا، بعثة الأمم المتحدة فيها شقان. هناك شق مدني وهم الموظفون الذين تم تعيينهم في البداية في سنة 91 من أجل التهيئ لإجراء الاستفتاء، وبالتالي هؤلاء الناس يعني كان من المفروض أنه في سنة 2004 بعد صدور قرار مجلس الأمن أن تبتدئ عملية تسريحهم، لأنه لم يعد لهم دور يمكن أن يقوموا به. أما ما يتعلق بالبعثة العسكرية حفظ السلام لحفظ السلام فالمغرب ملتزم ببقائها ومرحب به، وهي تقوم بدورها في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن، فليس هناك أي موقف من البعثة العسكرية والدور الذي تقوم به. ليس رد فعل يا فندم. نعم. هل هو رد فعل تجاه تصريحات بان كي مون ولا لا. ليس له علاقة؟ لا لا لا، هذه الإجراءات كانت رد فعل طبعا. كانت رد فعل. فالمغرب كان يتحمل بعض التكاليف اختيارا منه التي تبلغ حوالي 3 ملايين دولار سنويا، يقدمها للمينرسو في إطار مساعدتها على حسن قيامها بمهامها، توقف عن ذلك وطالب ببعض الموظفين الذين كانوا يتولون الجانب المدني أي تهيئ الاستفتاء، قال بأنه لم يعد راغبا في وجودهم ما دامت المهمة التي جاءوا من أجلها هي مهمة أصبحت متجاوزة ولا يمكن القيام بها باعتبار قرار مجلس الأمن لسنة 2004 الذي سبق الحديث عنه. ما هو الدور الذي لا تزال تلعبه الجزائر لدعم جبهة البوليزاريو والانفصال؟ ولا نحن يعني حاولنا باستمرار أن تظل علاقتنا بأشقائنا في الجزائر علاقة تقوم على الاحترام المتبادل وعلى حسن الجوار ويعني ولا نفهم بالذات يعني لماذا كل هذا العداء المستحكم للمغرب في استكمال وحدته الترابية. نحن نعتبر أن هذا الخلاف إذا كان قد نشأ في ظل ظروف هي ظروف الحرب الباردة التي كانت قائمة في السبعينات والظروف الدولية التي كانت سائدة حينذاك، فالعالم تغير وتطور، وهناك الآن يعني معطيات أخرى جديدة، والعالم الآن يعني كل الدول تسعى إلى بناء تكتلات كبرى لرفع من أجل مواجهة رهانات
صحيح، ولرفع مختلف التحديات وأمل الشعوب في منطقة المغرب العربي هي بناء الاتحاد المغاربي، وهو أمل بعيد، وبناء الاتحاد المغاربي كخطوة لبناء الوحدة العربية. لأن ولكن مع كامل الأسف حكام الجزائر، ولا أقول الجزائر أو شعب الجزائر، حكام الجزائر، بعض حكام الجزائر لا زال سجينا للماضي ولسلبيات الماضي، ولم يقبل بعد أن ينفتح على المستقبل برهانات المستقبل، ولنعمل معا يدا في يد لرفع تحديات المستقبل. على ذكر الوحدة العربية، وحضرتك ذكرت الوحدة العربية، المغرب مؤخرا اعتذرت عن استضافة القمة العربية بالمغرب، ايه سبب ده؟ وهل هو اعتراف يعني بفشل فكرة الوحدة العربية كليا ولا ايه؟ لا بالعكس، المغرب فعلا اعتذر وأصدر بلاغا صريحا وشفافا يشرح فيه أسباب اعتذاره عن احتضان القمة، لأنه المغرب قال بأننا نريد قمة عربية فعلا تتصدى لما يواجه الأمة العربية من تحديات، ولما يحدق بها من أخطار. فالوضع الأوضاع التي نعيشها هي أوضاع عصيبة، ولم تعد تقبل منا كأقطار عربية أن نتعامل معها على الشكل الذي كنا نتعامل به في الماضي، أي أن نجتمع ونتبادل الخطب ونصدر قرارات عادية وكأن الأمور عادية. فالظروف الحالية يعني تتطلب يعني إرادة قوية تتوفر لدى الجميع للتصدي للمشاكل في جوهرها وفي حقيقتها، وتتطلب صحوة عربية حقيقية تكون في مستوى ما يواجهنا من تحديات. وبالتالي حسب البلاغ فالتحليل الذي قام به المغرب أن شروط نجاح المؤتمر غير متوفرة، وبالتالي يعني نجاح المؤتمر أن يصل إلى هذه النتائج التي شرحت. ما هو الشكل الإيجابي؟ اعتذر عن استضافة ودون أن يعني ذلك أنه يتخلى عن دوره. فالمغرب سيظل مخرطا في العمل العربي المشترك ومساهما بدوره في كل الأعمال التي تقوي العمل العربي المشترك وتقوي التضامن فيما بين الدول العربية. عايز أسأل حضرتك سؤال يعني من شقين. أولا، ما هو الشكل الإيجابي اللي حضرتك بتتصوره لدور الجامعة العربية في الوقت الراهن؟ وتاني حاجة، هل بتتخيل، يعني أنا اللي فهمته من الكلام حضرتك أنه حضرتك بتتخيل أنه دلوقتي ليس هو عصر التكتلات الكبرى، انها خلاص لم تصبح عمليه بشكل كافي، ولكنها يعني ايه وقت لتكتلات اصغر، يعني على شكل مغاربي، شكل خليجي، شكل ما الى ذلك. هل ما فهمته صحيح؟ لا 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 لا, لا العالم كله يسير يعني دي عمليه اكتر من دي نحو التكتلات الكبرى. والاتحاد المغاربي قلت هي خطوه فقط نحو التكتل أكبر، وهو الوحدة العربية. وحدة العربية، وإلا الغاية المطلوبة هي الوحدة العربية، لكن على أرض الواقع لم تحقق شيء، يعني لم نصل إلى شيء. ينبغي أن تتوفر هذه الإرادة لدى الجميع لأن يعني لنحدث قطيعة مع الأسلوب الذي نتبعه حاليا لتبني أسلوب آخر عماده صحوة عربية جديدة تعي تمام الوعي ما يحدق بنا من أخطار، وتعمل
بصفة عملية ملموسة لتجاوز هذا الواقع بما يحمله من أخطار وبما يعني هو مطروح علينا من رهانات وتحديات. حضرتك لخصت الحكاية وقلتها في كلمة واحدة، وهي يجب توفر إرادة الجميع، يعني لازم تكون إرادة الدول العربية كلها مجتمعة لتحقيق ذلك. تماماً يعني مش نخبط في بعض. والجامعة العربية في حد ذاتها في حاجة إلى تطوير، أكيد، لأنه أكيد. الجامعة العربية أسست في 46، وعالم 46 يعني ليس هو عالم 2016، صحيح. فبعد 70 سنة لازلنا نلبس لبس نفس اللباس. وهيكلة الجامعة العربية كان موضوع طرح من فترة الحقيقة، ولم يتم فيه شيء يعني. ولكن يعني الخطوات بطيئة نحو الإصلاح، ولا يكاد يتحقق أي إصلاح، وهذا مرهون طبعا بتوفر الإرادة التي تحدثت عنها، لأن الجامعة العربية تبقى الأداة للوصول إلى تحقيق الأهداف. فلنتفق على الأهداف، وحين ذاك سيسهل علينا أن نصلح الأداة. سيادة السفير محمد سعد العالمي سفير المملكة المغربية بالقاهرة، بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا النهاردة. موضوعات كتير يعني لم نتطرق ليها الحقيقة لوقت قصير، أكيد يا ريت حضرتك تشرفنا مرات تانية نتكلم بقى عن العلاقات المصرية، يعني مصر دعم المغرب على طول والمغرب دعم مصر على طول. بشكرك جدا جدا ونهارك سعيد يا فندم. شكرا لكم ونهاركم سعيد، ومزيد من التوفيق والنجاح في هذا البرنامج المتميز. شكرا. فقراتنا لسه متواصلة معاك، وراجعين بس بعد الفاصل.